اللسان المتصدر للتعليم على وجه الخصوص لابد أن يتدثر بالعلم والحلم. أما بالعلم فلأنه قد ينكر ما هو معلوم، لو كان جاهلا لأنكر ما هو معلوم، ولذلك العلماء يشترطون في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما على الأقل بالمسألة التي يتصدى لها، سواء كان آمرا أو ناهيا. فيه بعض الناس ينكر في غير محل الإنكار، يعني مثلا في صلاة الجماعة ساعات كده تلاقي واحد بيمر من بين الصفوف، بين صفوف المصلين، رأى فرجة في آخر الصف فيمشي من أمام المصلين، فتلاقي في واحد بيوقفه ليه؟ لاعتقاده أن هذا يمر من أمام المصلي وأن هذا لا يجوز أن يمر من أمام المصلي، وممكن تحصل مشاجرة. يعني أنا مرة في بعض المحافظات كنت بدي محاضرة، ولما خلصت المحاضرة ذهبت لأجدد وضوئي، المسجد كان غاصا بأهله، بعد ما توضأت عايز ألتمس مكانا لأصلي لقيت مكان تحت السلم في بير السلم، فلما حاولت أن أمر أمام الصف الأخير عشان أصل لهذه الفرجة اللي هي في بير السلم لقيت جماعة عواجيز كبار، واحد منهم مسكني من تلابيبي، حاولت أخلص نفسي منه، هتخانق معاه. المهم شديت نفسي منه كده، الرجل فضل طول الصلاة متغيظ عليا، وطبعا لأنه كان في الآخر خالص في بير السلم ما يعرفش أن أنا المحاضر. فالمهم لما انتهت الصلاة لقيت الرجل جاي وعيني بالطاق شرار، بقول لي أنت إزاي تعدي من قدام المصلي؟ فقلت له هذا جائز، ده روى البخاري. قال لي لا بخاري ولا يحزنون، ما تقوليش بخاري النهاردة. فواحد قال له ده شيخ أبو إسحاق اللي كان بيحاضر من شوي. استحيى الرجل، ما علمت أنه من مجلس الإدارة إلا وإحنا طالعين بقى في المجلس فوق وجايبين بقى الشاي والكلام ده، وجدت الرجل جاي يتأسف لي، فده لا عمال يقول لي لا بخاري ولا تقول لي بخاري ولا كلام، مش عارف أتفاهم معه. طب الرجل ده لما وقف وزعلان وممكن تكون صلاته راحت عليه، ليه متغيظ عليا وعمال ينفخ طول الصلاة والكلام ده؟ طب هو لما تصدى لي وحاول أنه يمسك بتلابيبي في الصلاة هل كان محقا؟ لا، لم يكن محقا. لا، في صلاة الجماعة يجوز للمرء أن يمر بين صفوف المصلين، من الذي يقول له قف؟ الإمام، لأن الإمام سترة للمصلين، فإذا أراد رجل أن يمر من أمام الإمام الإمام يمنعه، لكن أن يمر من بين الصفوف حديث ابن عباس كما هو معروف عند البخاري وغيره. فالإنسان إذا تصدى وهو غير عالم على الأقل بالمسألة التي تصدى لها يحدث فساد كبير. فالإنسان إذا كان معلما فلا بد أن يكون عالما على الأقل بالمسألة، ثانيا لا بد أن يكون حليما. هذا الطيش الذي يقع من كثير من الشباب سبب مشاكل كثيرة ويؤخر الدعوة في أماكنها سنين طويلة. لا، احنا بنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعالج المرء أخطاء الناس. معاوية بن الحكم السلمي، حديث عهد بكلام، حتى لو تكلم ناسيا، والعلماء بيفصلوا في المسألة دي، يقول إذا تكلم المرء عامدا حتى لو لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. فإذا تكلم ناسيا فعند الجماهير لا تبطل صلاته على وش حاجة، إذا تكلم ناسيا، وطبعا الناسي له حكم يختلف عن حكم العامد. فهنا يقول معاوية بن الحكم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي قهرني، كاف ممكن تتحط مكان القاف، زي السين ممكن تتحط مكان الصاد،
اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم. ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن.